أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناروا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد. اللہ حافظ.